عباد شماي ورعو أبو وبرو روحو قديشو حضلو شريرو لمو المين آمين بيتو خيلت وغدم بمديلو خسدت ملكو شمايو نو حسو لكل ضحط تلو طيبوا لبالهم طيبوا لبدزما لخشبحوا بيمام وليلى وثو شحو لبو لبرو والروح قديشو ولين محيلة وحطوي رحمة وحنون نشتفعون بثريهن علم العالم علمين آمين أهلنا أيها الآب السماوي أن نصوم إليك بنقاوة ونصلي أمامك بقداسة ونصغي بشوق إلى كلامك الحي ونتوب إليك بالمصالحة والغفران ونبادر إلى أعمال الرحمة تجاه القريب فنسير مستنيرين بضياء صليبك الظافر نحو القيامة المجيدة ونرفع إليك التسبيح والشكر وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك الحي القدوس عاش وابق الزبان والعلم علمين آمين صلوا لأجلنا إخوتنا وأخواتنا كريولي دي سيدي لخ بشمو بالحد بابودي وبسرحوني من أخر رحيق رغوه وثلي دهويت يوب لو شبق لي صبي ما روح مالفنا لو يلفنا أشقيت ونصهيت ما بوعت رعت رمحا صهي الذفاي غلي هاليلويا برحمك حوس علينا مالفنا لو يلفنا أشقيت ونصهيت ما بوعت رعت رمحا صهي وذفاي غلي هاليلويا برحمك حوس علي بصلوت ايمو دي لتخ وادخلون قادي شيك إيرا مرمخ مرملتو حيدو يبرو ملت دابوش ما يونو عودي لو بخيوني لو خيوطو
قلت تخيت يغضب الله مريم دلوش احلوفو خبرنو شو وصلي بحلو فين مشيحو الله ديلان وبموت الموتان دوش وقتل ويتوحد من ليتيوتوخا بيشتو شاويو مسد غيد ومشتبه عم ابويا وروحي قديشو قديش صالو قديش حيل ثانو قادي شاد لوم يوثو إثراها مالا قادي شاد ألوه قادي شاد حايل ثانو قادي شاد لوم يوثو إثراها مالا قادي شاد ألو قادي شاد حايل ثانو قادي شاد قراءة أولى من مزامير داود النبي بارخ مور شبح المرهون دنبية وعليه الرحمة والعلمين آمين بك اعتصمت يا رب فلا أخزى للأبد ببرك نجني بالطهارة أغسل يدي وبمذبحك أطوف يا رب لأسمع صوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك أحببت يا رب جمال بيتك ومقام سكن مجدك واحدة سألت الرب وإياها ألتمس أن أقيم ببيت الرب جميع أيام حياتي لكي أعاين نعيم الرب وأتأمل في هيكله فحينئذ يعلو رأيي فوق أعدائي من حولي وذبائح هتاف أذبح في خيمته أعزف للرب وأنشد استمع يا ربي إني أصرخ صراخا فارحمني واستجب لي طريقك يا رب علمني وسبيل الاستقامة اهدني من أجل مضايقية أمنت سأعاين صلاح الرب في أرض الأحياء تبارك الرب فقد سمع لصوت تضرعي الرب عزتي وترسي وعليه اتكل قلبي فنصرت وابتهج قلبي وبنشيدي أحمده الرب عزة لشعبه وحسن خلاص لمسيحه خلص شعبك وبارك ميراثك وارعاهم وارفعهم للأبد بارخ مور فولاص شليحه
طوبى نشمعت دمار دنشني ثن سبر خون بر من مد سبر نخون وين ما من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما بارخ مور شبح المرهون دشليحي وعلين رحمة والعلمين آمين. كيف يدعون من لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوه؟ وكيف يسمعونه من غير مبشر؟ وكيف يبشرون إن لم يرسلوا؟ وقد ورد في الكتاب ما أحسن أقدام الذين يبشرون، ولكنهم لم يذعنوا كلهم للبشارة. فقد قال إشعيا: يا رب، من الذي آمن بما سمع منا؟ فالإيمان إذن من السماع، والسماع يكون سماع كلام عن المسيح. على أني أقول: أتراهم لم يسمعوا؟ بلى، لقد ذهب صوتهم في الأرض كلها، وأقوالهم في أقاصي المعمور. غير أني أقول: أترى إسرائيل لم يفهم؟ سبق أن قال موسى: سأثير غيرتكم ممن ليسوا بأمة، وعلى أمة غبية أغضبكم. أما إشعيا فلا يخشى أن يقول: إن الذين لم يطلبوني وجدوني، والذين لم يسألوني عن شيء ترأيت لهم. ولكنه يقول في إسرائيل: بسطت يدي طوال النهار لشعب عاص متمرد بارخ مور. هاليلويا وهاليلويا وهاليلويا تقيون هل خوت دقابرو ورح هو ما تقن هاليلويا بارخ مور قم شافي رمش اليوم دي حلثو نخفو تنصوت نشمع لزبردود ملي حيوتو دي وانجليون قادي شد موران يشو عمشيحو مثقري علين اشوالا So many.
ولون ولون فاروق ديلان يشوم شيحو ملثت حيالو تتبسر من ثلتو قادشتو مريم أولين دين هو خانه وي هيمينا نمودينا
الأحباء المباركون بالرب، اليوم إكليريكية سيدة النجاة الشرفة تفرح بإكليريكيين نسميهم خدام شمامسة يتقدمون إلى الرسامات الصغرى، مرنم قارئ ورسائلي. رسائلي الكلمة السريانية من اللغة اليونانية وبودياكنو سودياكر. الكريكية طبعا تفرح بحضوركم أيها الأحباء، حضور إخوتي أصحاب السيادة سيدنا بطرس، سيدنا فراس، سيدنا جوزيف، سيدنا جيل، سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، سيدنا شارل. فعلا عدد من الأساقفة الأجلاء بيحضروا ويشاركوا معنا في هذه الفرحة. علينا أن نتذكر أن من يتقدم للسيامة الصغرى حتى يتدرج إلى الرسامات الكبرى إن كان شماسية أو كهنوتية يكرر اتكاله عليه تعالى، على الرب الذي دعاه. سمعنا من المزامير بك اعتصمت يا رب، ما فينا نغش نفسنا، يمكن نقدر نغش الآخرين لكن ما فينا نغش نفسنا ونغش الله، إنه التقدم إلى درجات المذبح يطلب اتكال كامل على الله. هذا التقدم إلى المذبح ليس وظيفة لكن دعوة خاصة، نقدر نسميها خصوصية لكل شخص من الرب حتى يدعو يخدم مذبحه وكنيسته. ومن مار بولس إلى أهل روما نسمع أنه دوما كانت الكنيسة بتحتاج إلى رسل مبشرين حتى ينقلوا الإنجيل إلى أقاصي الأرض. واليوم نعرف تأثير وسائل الإعلام من إلكترونية وغيرها كيف تأثر على عقول وقلوب الناس، لا سيما الشباب والصبايا لحتى الأطفال. علينا أن نستعمل كل الوسائل حتى نعرف الآخرين اللي راح نخدمهم، اللي راح نصلي معهم، على الرب يسوع أنه هو المخلص. وفي المثل اللي سمعناه من الإنجيل بشكل واضح يسوع بيذكرنا أنه القيمة الأولى بحياة المؤمن هي التعلق بالروح، باهتمام بالروح ليس بالجسد بالمادة. ويعلمنا الإنجيل إنه الكنيسة مثل المعلم الإلهي يسوع تفكر وتتفانى في خدمة المحتاجين. طبعا يسوع أتى للجميع إن كانوا أغنياء إن كانوا فقراء، ولكن الفقراء والمحتاجين والمهمشين يحتاجون أكثر إلى المحبة الفعالة، إلى الخدمة. من هون نتذكر إنه الشماسية بتعني الخدمة. إذن أنتم أيها الأحباء دعيتم إلى خدمة المذبح وخدمة الكنيسة، ونعرف كلياتنا
الصعوبات والتحديات اللي رح تجابهكم. أكبر هذه الصعوبات والتحديات هي التعلق بالمادة، وللأسف نجد ليس فقط عموم الناس من صناعيين، تجار، سياسيين، هم مشغولون بالمادة قبل كل شيء، ولكن هذه المادة أيضا تأثر على الخدمة الروحية، على الإكليروس، على الرهبان والرهبات، لأنه التجربة كبيرة لهم بهالعالم اللي هو محاط بالمادة من كل جنب. إذن من كل جنب نتذكر أنه التضحية هي أساس دعوتكم، التفاني هو أساس دعوتكم، التجرد أساس دعوتكم. ما فينا نجي ندعي أنه نحن تعلمنا وأخذنا شهادات إذا ما كان في عنا حقيقة هالروحانية الإنجيلية، أنه نبذل ذاتنا مثل ما الرب يسوع خلصنا بآلامه وموته. نحن بزمن الصوم بذكرنا هالزمن أنه مدعوين كلياتنا، أنتو شمامسة المستقبل، كهنة المستقبل، مدعوين أنه نرافق يسوع على درب الآلام اللي ابتدأت طبعا بالصوم اللي نحن عم نعيشه. وهالمسيرة مع الرب يسوع هي اللي بتعطي معنى لدعوتكم ولحياتنا المسيحية. ما نفكر أنه نحن أشطر من غيرنا أنه توصلنا حتى نرتسم في الوقت اللي الرسامة تتطلب منا وعد صادق أنه بنرافقه ليسوع في درب آلامه إلى مجد القيامة. من مريم العذراء شفيعتنا، شفيعة هذا الدير وهذه الإكليريكية، سيدة النجاة، من مار أفرام، من مار غناطس الأنطاكي، من شهدائنا الأبرار عبر التاريخ، نطلب يساعدونا حتى نكمل هالهدف اللي نحن وضعنا أمامنا بدعوة الرب يسوع، ونكون هالشمامسة الصالحين قولا وفعلا. آمين. أرخ مورستو من قالوس تشبحت ثوديتو هيدرو قلوس ورمروم ضلوبوتل أمينو إيت وبخلص بان نشتود ناسيق إلى الرب الصالح ومحب البشر الذي انحنى بمحبته نحو كل إنسان وجعل من الصوم كنزا للمعونات وسلاحا قاهرا ضد التجارب وسلما مصعدا إلى العلا إلى غافر الخطايا وقابل التائبين الذي لا يريد موت الخاطئ بل توبته فيحيا الصالح الذي له كل الإكرام والمجد أشرب خرزبان والعلم علمي. أمام الرب الرحيم وأمام مذبحه الغافر وأمام هذه المائدة المقدسة الموضوعة أمامنا يضع أبونا الطباوي البخور، فلنصلي كلنا طالبين الرحمة والرافة من الرب. أيها الرب الرحيم ارحمنا وساعدنا. Yeah.
صومك في البرية، ودعوتنا أن نقرب لك صومنا ذبيحة مقبولة. بالصوم يحل الله في نفوس الصائمين، ونتوشح بحلة المجد البهية. نؤمن بإله واحد. What?
الرسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي، آمين. صلوا معنا إخوتنا وأخواتنا ليقبل الرب قرباننا. قري الكهنة دولي غوبة تغدوش قدشي أخاني مرلوم أشيغي ديكون داك أولي بيكون المدبحة آلتون الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا، وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وأمهاتنا إخوتنا وأخواتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك، لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب هذه الذبيحة لأجلهم. بارخ مورستو من قالوس قري ليسون. بارخ مور أيها الإله الرحيم القدوس يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اقبل بعين رضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، واهلنا لندنو من قدس أقداسك بقلب طاهر وبضمير صالح، وأنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذ القديسين، حتى إذا ما تبدلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد لنعمتك القادرة على كل شيء، ولابنك الوحيد وروحك القدوس الصالح والمجود له والمحي والمساوي لك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين، آمين. شلوم الخلخون ولروح دين يا رب السلام، أمطر علينا السلام يا رب السلام، امنح قلوبنا السلام يا رب السلام، أمطر علينا السلام يا رب السلام، امنح أوطاننا السلام. بارك فليكن يا رب سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك الإلهي معنا وبيننا أيام حياتنا كلها، لنرفع لك الحمد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين، آمين. نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك هؤلاء المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك غنم رعيتك المفتدات بدم ابنك الوحيد الطاهر، احفظها واصفح عنها وقدسها، واجعل يتلالى على محياها رسمك الحي، فيعرف العدو انها رعيتك المفتدات، فنرفع اليك والى ابنك الوحيد وروحك القدوس انا وكل اوان والى ابد الابدين، آمين.
نقف حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطهر وقداسة وحب وإيمان صادق، ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة والمقدسة التي يقربها أبونا الطوباوي عنا لله الآب رب الكل ذبيحتان حيتان رحمة وسلامان ذبيحة وشكرا. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله معكم ومع روحك لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوقنا الآن. ها هي عند الرب إلهنا لنشكر الرب بمخافة، إنه لواجب ولائق. بارك مور، إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت هو الله الآب مع عبدك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس هذه كلها يا من يقف أمامه في صفوف الكروب من كثير العيون والسارف من مسدس الأجنحة، وهم ينشدون نشيد الظفر بأفواه لا تصمت وعبارات لا تهدأ مع سائر الجنود السماوية صارخين وهاتفين وقائلين قادش 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 موريو حيل ثونو فودم لنينو وكل القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس. قدوس وكل القداسة أنت ومجدك عظيم جدا، إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أوت خد إيثو خلوم دبرونوثو دحلو في نجمار بليليو هاود بمشتم وحلوف حايد علمو فرقونو نساب لحمو عالذا وقاني شاثو خادف شاط لشمايو أودي وباريخ وخادش وقصو ويا بالتلميذة وش ليحك دمار ساب أخو المني أنويتو فاروديل أو دحلو فيكون وحلو في سجية
مثقسي ومثيب شفقون وضحطوي والحايد العلم علمي آمين. أخوث أخوصو من بوثر دحشم كد مازغ من حمرو من مايو أودي وباريخ وقادش خاد طعم مني يا بالتلميذة وشتيحي كدمار سابشتا ومن كل خون أنايتا موديل دياتي قحداتو أو دحلو فيكون وحلو فساقية مثل شاد ومثيهب شفقون وضحطوه والحايد العلم علمي آمين. اصنعوا هذا لذكري فكلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وقيامتي حتى مجيئي. إننا نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني فاشملنا جميعا بمراحمك. بارخمور إننا إذ نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدير الأحياء والأموات وتجازي برأفة كل إنسان حسب أعماله. فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبهج معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة ارحمنا أيها الإله الآب الضابط الكل. ونحن أيضا إذ نقتبل نعمتك يا رب نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. إياك نسبح إياك نبارك لك نسجد ومنك نطلب. أيها رب الإله أشفق يا صالح وارحمنا. بارخ مور ما أرهب هذه الساعة وهي بهذا الوقت يا حبائي لأن الروح القدس ينحدر مرفرفا على هذه الأوخارستية ويقدسها فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن بجميعنا. حنين مور استجبنا يا رب استجبني يا رب أشفق يا صالح وارحمنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم واتحاوي من لحمنا وفغرم يقرض مران يسوع مسيحو آمين. والخصو هنا ودمو ديلد مران يسوع مسيحو آمين. أرحموني تكون هذه الأسر المقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب. ولا يبدن أحد من شعبك يا رب لكن إن إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها نتنعم بأسمارك السماوية الخالدة والمحية. صالح نثك شاف طوبثوني دبري شايل
خطيئة وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد المبرر العظيم لجنسنا الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم. الله مريم العذراء قديسة دائمة البتولية والرسل الإلهيين والأنبياء القديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين كما كان في البديع والآن وسيبقى إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين نهو الرحمة وضلوا رابو وفروقوا ديلان يسوع مشيحو عام كل خون العلمي هو قتيل بمصر ومنك نسأل الرحمة أشفق يا صالح وارحمنا
أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح، ونبتهل المتضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك. أهنا لندعوك أبا قدوسا بشهادة ضميرنا الخالصة، ونصلي منشدين: أبونا بشمايو في التجربة، لكن نجينا من الشرير ومن كل من يحاكي، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة، ولابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شلوم الخلخون والروح ديلو مريوري شاين نركي يا رب المنحنين بأعناق أنفسهم وأجسادهم أمام حنانك، قدسهم احرسهم اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شيبة ليرضوك أيام حياتهم كلها، فنرفع نحن وهم إليك التسبيح والشكر وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس أشرب خلزبان والعلماء المين. آمين. تهوي طيبوثو ورحمة دتليثو يوثو قادشتو لبريتو إثيويثو ومثميتو شويات بوسية عام كل خون العلمين. آمين. بارخ مور ابدحثو برثي اصمر يا رحيم علينا وعدنا قدش القديش ولثخايو مثيه بين هذا بو قديشو Oh.
حدب قديش وعمان تقبل العلم وبحنوني حدب قديش وعمان تفرقان بحاشي يا قيري دقنومي حد روح وحيو قديش وعمان دثاو قمورو وامشى مليون ادخل مديم دهو ودهوي مروش من مريم برا من عالم وعدم العالم علمين امين قرباني وبصله وطد يا رب بيعتك المقدسة على صخرة الإيمان القويم الراسخة فتتقوى بك وتحصل منك على المعونات الكاملة ونمنح والمنح الإلهية التي بها يستنير أولادها في هيكلك المقدس بالطهارة والقداسة ويسبحوك مع الأجواق العلوية أيها الآب والابن والروح القدس الإله الواحد إلى أبد الآبدين آمين مونم داكي طليو أرحدنا ترفق دونيك هللويا لونا لو تدعي مفودوني لبتاشد ملك لو احتلو هاليلويا بيقات مريو الفين فقدوني لرحض سهدو ثخر احمد طب من كل عثرو هاليلويا فقدونك نحو الاي ارحضو نومو صغر نتلو ضد عملي هاليلويا لعبدك حيوي طار ملي لي عيني دحزيت دمروتو دب نومو صغر هاليلويا عمورو نوعا مخلطاشي مي فقدوني ضبط نفس وترغرد دين وبخول زبال هاليلويا ادعامي وليطين اينو اطئن ضبمي فقدوني شبحوا لابو لبرو والروح قديشو من عالم وعدم العالم من امين برخوا يطلوا يشفاي شو يا يميني تليثو يوثو بريات عالمي لالو أبو أو دول الملثو دزح ونحيت الفرقونة شاحل في والغوزلتو مروخ طالب فيغانو
عامي كل خن بارخ ودولة شمد يوهو بود حايد خلني شمو روح مقادش خل خل زبن والعلم علمي كتقبل شليح قادش فرا لتومين رومو لشوني حاسي مالل وحيلو كسيو وانفق خريس ببريث اصبر تد مليو ويو اوب ما يو امدنون شيم ابو وبرو روح تليثو يوثو معليتو روح موت شو بدموت ليشوني عالشني حمين راشا بريتوت لوتوش موهقا ديش حد كيونو حد سبيونو حد شلطونو وحدونو حدور أبوثو ويثوثو دومو راوضو دومو يتوتليثو يوثو شبحتو شبحوا لابو لبرو والروح قديشو قالوا ما للعمو شبطر سيني من قوسانيو ومرلي طوعوا الغو مصر وفق لابنة يسرائي هوني وشو رد شينو نطور عيدة قدشو روزو دتلي تويوتو نوميو لالو هيتو كلم وعدام العالم من أمي كد مخرو حت نش ميونو العيدة قدشو مهيمنتو رول شمعو وقر اليوحان فقيدن شويو اتشمعون عبده ربيتو واليوحانو كروز قرائن فقيدن بازي روثون ترون بدم يقي رزبينو مريو رحيم علينا نرغب إليك أيها الرب الغزير الرحمن تتقبل الآن برحمتك الأبوية وتستطيب رجال البخور الذي قربناه لإلهيتك السامية في تقريب الأبناء الروحيين الذين انتدبتهم رأفتك لهذه الخدمة ووفقه من يخدم في هيكلك المقدس خدمة طاهرة ويسبحوك ويعظمك أيها المسيح رئيس الكهنة الحق ويمجد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين ألوها كانت الهون دب دحلتو متقلسونيتو فورسونيتو محرور من شام بس رونوتو قوم الغاو من سيفي لكي يتمجد في كل شيء وفي كل إنسان اسمك المبارك غير المدرك بفضل كل ما أحسنت به إلينا أيها الآب والابن والروح القدس الإله الواحد هوشوا وبخلص بان
والعلماء المين. آمين. مستفر مروان ومتر شيم مزمرون ولعيتو قادشتو دلي بيد موران دبدوخدو البصرة بارخ مور بشمو دابو آمين ودبرو آمين ودروحو حايو قادشو حاي دالعلم علمين مستفار الياس ومترشيم مزمرونو لعيتو قادشتو بروحو قادشو دبدوكتو بحمص بارغمار بشمو دابو آمين ودبرو آمين ودروحو حايو قادشو حاي دالعلم علمين آمين مستفار ومتر شيم مزمرونو لعيتو ماريو لعيتو قادشتو ديول داطلو دبدو خرود مصرين بارخمو بشمو دابو آمين ودبرو آمين ودروحو حايو قادشو الحاي دلعو لم علمين نتلخون مريو دخيوثو دهالخوثو فليمنحكم الرب طهارة الخطى واستقامة المسيرة ودالة الدخول إلى هيكله المقدس والقيام فيه لكي تكونوا قدوة حسنة ومثالا صالحا للذين يتأملون بكم وجميعنا نسعد المجد والشكر والتعظيم بلا انقطاع إلى الآب والابن والروح القدس المجود له وغير المترك أوشو وبخول زبان والعلماء المين آمين القميص بوعنان وانفي سنان لو خوريو قابل عبديكولين قروي لعيتو قادشتو حاكمون فقدونيك ساخلون زد خي شاكلون دبدحتو نفقون لو عبدوتو كاد مشاويات لهون نهوي نهون مونو دغبيتو قروي ميقرق دوميك أي كانوا دفهون هون هنون شكحون رحم دوميك عم هوليد من عولم شفرلوخ لأنك الإله الراغب في الرحمة والشفقة وبك يليق المجد والإكرام والسجود من قبل الكل أيها الآب والابن والروح القدس أشوب خلزبان والعلم علمين آمين شلوم الخلخون والروح ديلو ألو هاو دابو وعتير مهبوثو هاو تخسش أخين تلعيتو ودرغي أقيم دبو تشمشتو وجد مبتوخ على عبديك قديش العبديك هولين وغبوي القروية وغبو القروية وشو دعام وشهون عم خولي حكمتو سقود نعبدون وغبوي على الغويتو وم ليومين مبتوك من تطروم تغور لعديلي لكي نصعد لك المجد بالانقطاع لإفاضتك نعمك علينا
أيها الآب والابن والروح القدس أشو وبخل زبان والعلم علمين. آمين. نعم يا رب ألهمهم حكمة بوصاياك، أفهمهم حقوقك وأنير عيون ضمائرهم ليستنيروا بمعرفة وصاياك، وامنحهم أن يقوموا بالمطالعات والقراءات الروحية بطهارة القلب وبإيمان خالص بناء للذين يزغون إليهم تمجيدا وتبجيلا لملكوتك. أيها الآب والابن والروح القدس أشو وبخل زبان والعلم علمين. آمين. أي كانوا نشكاح لغت شوي لشمو قاديشو ومغدو ميك نمشي أموشو مخونو لوزي قالوا لتشمو يا اقبل هؤلاء الشمامسة الرسائليين وكمل عبيدك الذين يقتربون منك منتظرين موهبتك السماوية، لأنك رحوم ورؤوف على جميع الذين يدعونك، وقوي هو سلطانك وسلطان ابنك وروحك القدوس. أشو وبخل زبان والعلم علمين. آمين. شلوم الخلخون والروح ديلو طيب وثير
مقربو من تكسد قروي الدرجو دهوب وديقنو كنان وفديقنو بعيتو قادشتو تروحو قادشو دبدوك ثود حمس كنان قربو من تقصد قروي الدرجو دهوب وديقنو نور فديقنو بعيتو قادشتو يلد أفقالو هدخيثو دبدوك ثود موصل مقربو من تكسد قروي الدرجو دهوب وديقنو مروان فديقنو بعيتو قادشتو تلبيد موران قادشو دبدوك ثود بصرة مقربو من تكسد قروي الدرجو دهوب وديقنو يس فديقنو بعيتو قادشتو تروحو قديشو دبدوك ثود حمس مقربو من تكسد قروي الدرجو دهوب وديقنو ماريو افو ديقنو بعيتو قديشتو يلدى فالوهو دبدوك ثود مسرين مقربو من تكسد قروي الدرجو دهوب وديقنو رعد افو ديقنو بعيتو قديشتو ليبو قديشو دبدوك ثود بصرة مقربو من تكسد قروي الدرجو دهوب وديقنو مايكل افو ديقنو بعيتو قادشتو دمورات شونويو دبدوك ثود حسكي قندونوس قندونوس هولين داقر بالصالي لأنك إله رحيم ومليء بالشفقة وبك يليق المجد والإكرام والسلطان ولابنك الوحيد وروحك القدوس هوشوب خلزبان والعلم علمين وانصبهم كزيتونة وافرة الثمار
فيعطوا ثمار البر بالمسيح يسوع ربنا الذي معه يليق بك المجد والإكرام والسلطان ومع روحك القدوس الصالح والمجود والمحيي والمساوي لك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شلوم الخلخون والروح بينا قري ليسون قري ليسون قري تسرح بعيتو قادشتو ضالو كنان افود يقنو بعيتو قادشتو دروحو قادشو دبدوك صدح مس مرعيثو مبارختو كنان افود يقنو بعيتو قادشتو تريسات شبحو تقد ما تشتمهات بارهو باش مدابو آمين دبرو آمين ودروحو حيو قديشو الحي تلو لم علمين آمين التسرح بعيتو قديشتو ضالو نور أفض يقنو بعيتو قديشتو ديول دفالو هدخيثو دبدوك ثد موصل مرعيثو مبارختو نور أفض يقنو بعيتو قديشتو تريسات شبحوت قدمات اجتمهات بارغمو باش مدابو آمين ودبرو آمين ودروحو حيو قديشو الحي العلم علمين آمين التسرح بعيتو قديشتو ضالو وانا فود يقنو بعيتو قديشتو تليبو قديشو دبدوك ثوت بصرة مرعيثو مبارختو مروان وبود يخنو بعيتو قادشتو تريسات شبحو قد مات اجتمهات بارغو باش مدابو آمين ودبرو آمين ودروحو حيو قادشو الحي العلم علمي آمين التسرح بعيتو قادشتو ضالو يس أفود يقنو بعيتو قادشتو دروحو قادشو دبدوك ثود حماس مرعيثو مبارختو إلياس أفود يقنو بعيتو قادشتو تريسات شبحو قد مات اجتمهات بارغمو باش مدابو آمين ودبرو آمين ودروحو حيو قديشو حي العلم علمين آمين التسرح بعيتو قادشتو ضالو مروان أفود يقنو بعيتو قادشتو ماريو دبدوك ثود مسرين مرعيثو مبارختو ماريو أفود يقنو بعيتو قادشتو تريسات شبحو قد مات اجتمهات بارغو باش مدابو آمين ودبرو آمين ودروحو حيو قديشو الحي العلم علمين آمين التسرح بعيتو قادشتو ضالو رعد أفود يقنو بعيتو قادشتو ديبو قادشو دبدوك ثود بصرة مرعيثو مبارختو رعد أفود يقنو بعيتو قادشتو تريسات شبحو قد مات اجتمهات بارغمو باش مدابو آمين ودبرو آمين
ودروحو حيو قديشو الحي دلول مول مين آمين. اتسرح بعيتو قديشتو ضالو ايكل افو ديقنو بعيتو قديشتو دمورات شونويو تبدوك ثد حسكي مرعي ثم بارختو مايكل وبو ديقنو بعيتو قادشتو طريصات شبحوت قدمات اجتمهات بارخ مو باش مو دابو آمين ودبرو آمين ودروحو حايو قادشو الحاي دلو لمو المين نشكرك أيها الرب الإله الضابط الكل على الأمور جميعها ونمجد اسمك القدوس ونسبحه لأنك عظمت صنيعك نحونا وجلبت بركتك على عبيدك هؤلاء. نطلب منك يا رب متضرعين استجبنا لكثرة مراحمك وارتضي ببركة الرسائلية التي نلناها من رأفتك لعبيدك هؤلاء. امنحهم أن يكملوا خدمتهم كلها بالطهارة فنصعد جميعنا المجد والشكر والتسبيح إليك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس والصالح أشرب خلزبان والعلم علمين آمين. تجبعته ويقاره ادرار مرامه دتلي طيوته قادشته شويات بوسيا والشينه من يونو دعيته قادشته طالو تجبحته ويقاره وهدرار مراما دتلي تايوته قادشته شويات بوسيا والشينه تجبعثا ويقارا وإدرار مراما دتلي تايوتا قادشتا شويات بوسيا والشينا بنيانا قادشتا ضالو تجبعثا ويقارا وإدرار مراما دتلي تايوتا شاوية موسيا والشينا بن يونا دعيته قادش تضالو تجبعته ويقاره وإدرار مراما دتلي تايوتا قادش شاوية موسيا والشينا بن يونا دعيته تجبعتو لي فارو هدرار مرامو دتلي تايوتو قادشتو شويات بوسيا والشينو بنيانو دعيتو قادشتو دالو تجبعتو وي فارو هدرار مرامو دتلي تايوتا قادشتا شويات بوسيا والشينا بن يونا دعيتا قادشتا ضالو تشبعتا لقارو هدرار مرامو دتلي تايوتا قادشتا شويات بوسيا والشينا بن يونا دعيتو قد دالوه تجبعتا ويقارا وإدرار مراما دتلي تايوتا قادشتا شويات بوسيا والشينا
بنيو تايتو قادشتو دالو تشبعتو لي قرو ودرو روم رومو تتلي تريوتو قادشتو شويات بوسيا والشيلو بنيو ندعيتو قادشتو دالو إذن أنا كالزيتونة التي تسبح بيت الله للسلام وبنيان كنيسة الله المقدسة إنو أخزيتم حب بيت دارو شينو إنو بنيون رأيتو طلعوا إنو أخزيتم شب حب بيت دالو والشينو بنيون رأيتم قادشتو دالو بعد شوي تأخذ صورة معك ادرو بعد شوي زدلي تويوتو قادشتو شويات بوسيا والشينو بنيونو دعيتو قادشتو دارو تشبعتو لي بارو ودرو رومو دتلي تويوتو قادشتو شويات بوسيا والشينو بنيونو دعيتو قادشتو دارو فمك القدوس الطاهر يا رب وعد وقال كل من يأكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي يثبت فيا وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير أهلنا الآن لنتناولك قربانا إلهيا فنستحق بك غفران الخطايا والصفح عن الآثام يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد دب صومي لكم شيحو نسبح سينا في شوث زيد ومشبح ابو وبرو روح القدس هو من علام والدردورين لتشبحته هللويا من مذبحك المبرر لينحدر الغفران للساجدين لك يا من اتى لاجل خلاصنا ويأتي لأجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد آمين
ابسط يا رب يمينك غير المنظورة، بارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفحا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حاملي هذه الأقداس، على واهبيها، على متناوليها، على كل من تعب واشترك فيها، مراحم الثالوث القدوس في العالمين إلى الأبد. لا الله شبه حبر يا ربنا يسوع المسيح، لا يكن جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة، بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا، فارحمنا. لأنك أهلتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة، أي جسد المسيح المحيي ودمه الفادي، فجعلنا إذن أهلا لقبولها، حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك، فنرفع عليك الحمد والشكر
وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شلوم الخلق ونروح اليوم مريوري شي نركين ذو مايك مريو أضوها. ربنا وإلهنا يا من تنازل برأفته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته وحنانه ومنحنا شركة أسراره المقدسة، احفظ واختم الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة الأسرار الإلهية التي تناولنا، واجعلنا لنعود إلى إهانتك بل نتقوى بك ونرفع إليك التسبيح والشكر وإلى أبيك وإلى روحك القدوس الشواب خلزبان والعلم علمين. آمين. بارخ مور. ننشد مكرمين أمنا مريم العذراء حتى تحمي شمامستنا وكل الإكليريكيين رهبان وراهبات. سلوثيخ آمن أم برختو سلوثيخ آمن لصلاة وثيخ نشمع مريو ونحاسلا مليات رحمي معكم جميعا. رح نسمع هلا كلمة شكر باسم الشبيبة المرتسمين، وبعد كلمة الشكر والبركة الختامية من غبدة البطريرك رح يتقبلوا التهاني سيدنا مع الشباب من بهذا الطرف على الدرج، فلو سمحتوا بتجوا من يمينكم وبتروحوا من على الشمال. الله معكم. معرضنا غيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكية الكلية طوبة بارخ مور ولون برخان السادة الأساقفة الجديد احترام والخوارنة والآباء الكهنة والشمامسة والروحان والراهبات الأعزاء. أيها الأخوة والأخوات المباركون بالرب، نجتمع في هذا اليوم لنتشارك الفرح الروحي بمناسبة احتفال السيادة الأفود يعقوبية، مصممين أن نكون على قدر مسؤولية هذه الدعوة. الرب يثبت خطوات الإنسان وعن طريقه يرضى. لقد اخترنا هذه الآية من مزمور 37 لتكون شعار لسيادتنا، فمنها نستمد الثبات من محبة والخدمة التي دعانا إليها الله، طالبين منه أن يمنحنا النعمة والقوة لنكمل مسيرتنا بحسب إرادته لا إرادتنا. فنشكر الله واهب العطايا على النعم التي منحنا إياها ووحدنا بها، حيث نجتمع سبعة شمامسة من ثلاثة بلدان سوريا والعراق ومصر من أبرشيات حمصة وحمات والنبك والحسكة ونصيبين والموصل والبصرة والخليج العربي والقاهرة. نشكر غبطة أبينا البطريرك على ما اختصنا به وعلى اهتمام والرعاية الأبوية الدائمة، والشكر موصول للسادة الأساقفة المشاركين معنا وأساقفة أبرشياتنا الذين يتابعوننا بالاهتمام الدائم
لا يغيب عنا أن نشكر أهلنا الذين كانوا المنبت الجيد لنا ولدعوتنا، طالبين الرحمة لمن سبقنا منهم إلى الأخدار السماوية، ذاكرين فضلهم الكبير في وصولنا إلى ما نحن عليه من دعوتنا منذ اللحظة الأولى التي دخلنا بها إلى الدير وحتى الآن. الشكر الأكيد لكل الآباء والكهنة والمعلمين الذين ننهل من معين علمهم وثقافتهم، إن كان في الجامعة أم في الإكليريكية. ونخص بالشكر إدارة الإكليريكية والإخوة الإكليريكيين والإخوة والزملاء رفاق الدراسة الذين لبوا دعوتنا، وجميع الحركات الرسولية والكشفية والأخويات التي نخدم معها، ونشكر تشاريتي تي في على تغطيتها لهذه المناسبة. نشكركم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم لنا فرحتنا، طالبين صلاتكم لإتمام مسيرتنا في الإيمان والخدمة، ولنكون شهوداً حقيقيين للمسيح القائم من بين الأموات بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة النجاة. شكراً شماس مروان على كلمتك باسم أخوتك. طبعاً شكرنا الخاص للإدارة بالإكليريكية. التنشئة بالإكليريكية رسالة مهمة كتير، خطيرة وصعبة. نشكر سيدنا جيل رئيس الإكليريكية وأبونا سعيد النائب والقيم. طبعاً نشكر أيضاً الشماس مجمدة الذي يساعد سيدنا وأبونا. ومثل ما قال مروان، الشكر لأهالينا، أبائنا وأمهاتنا اللي تعبوا علينا وغذونا بإيماننا المسيحي بمحبة الرب والعذراء. امضوا أحبائنا بسلام الرب وفرحي بشمابه وبره روحه قاديشه حاضلوه شريره العلمين آمين. مبروك للشمامسة ولأصحاب السيادة. تفضلوا أصحاب السيادة، تفضلوا تفضلوا. تفضل يا تفضل شمامسة. هاب يا إله سيدنا يعطيكم العافية. حمل تطبيق صوت المحبة.